الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى هذا العرض الإخباري من قناة الشروق والبداية بالعناوين. واشنطن توافق على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى أمريكا. رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي. السودان يدعو إلى تعاون دولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السودانية موافقة الإدارة الأمريكية على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار تصريح صحفي من إدارة الإعلام الناطق الرسمي بالوزارة اليوم الاثنين إلى أن الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية وترفيعها إلى مستوى السفراء بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من 25 عاما. وأكدت الخارجية السودانية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة وتحقيق تبادل المصالح مع الدول. أصدرت الحكومة السودانية عددا من القرارات الاقتصادية، من بينها إنشاء بورصة للذهب وتوحيد السعر بجانب إنشاء صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية. ووجه حمدوك في بيان صحفي اليوم الاثنين بإلغاء نسبة 10% التي كانت تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل على اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادرات. وألغى القرار كافة الإعفاءات الجمركية عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وحدد نسبة 10% من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود ومنع التهريب. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن إلى تعاون دولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وجدد في كلمته اليوم أمام قمة دول حركة عدم الانحياز عبر الهاتف المرئي، أكد دعم السودان لجهود منظمة الصحة العالمية للتصدي للجائحة والدعم الفني الذي ظلت تقدمه للدول المتأثرة. واتفقت الدول الأعضاء في الحركة بالإجماع على إنشاء فريق عمل للدول الحركة من أجل تنسيق الجهود الجماعية لمجابهة جائحة كورونا. الدعوة إلى هذا الاجتماع البالغ الأهمية من أجل تنسيق جهودنا الجماعية لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت العالم ولم يسلم منها أحد، كما تقدم بصادق المواساة والتعازي لكل الدول التي فقدت بناتها وأبناءها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. هذه الجائحة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن العمل الجماعي المتعدد الأطراف هو الأداء الفعال الأمثل لمواجهة التحديات. وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بموقف دول حركة عدم الانحياز الداعم للسودان في المحافل الدولية والعمل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد الثورة السودانية المجيدة، مشيرا إلى الأضرار التي ترتبت عن ذلك من حرمان السودان من الاستفادة من الدعم الدولي عبر المؤسسات المالية الدولية. تعلمون أن السودان يمر بفترة انتقالية عقب ثورة شعبية عظيمة أنهت عقود من التدهور التي طالت كل مفاصل الدولة، اقتصادية، صحية والاجتماعية، ووقفت تحديات كبيرة أمام مسيرة هذه الفترة الانتقالية، أهمها تحقيق السلام والأمن في ربع البلاد وإصلاح القطاع الاقتصادي المنهار والنهوض به. وجاءت هذه الجائحة لتضاعف المصاعب التي تواجهها. أضف إلى ذلك العقوبات الأحادية الناتجة عن وضع اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وما ترتب عليها من حرمان السودان من الاستفادة من الدعم الدولي عبر المؤسسات المالية الدولية. وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم دعومات طبية اشتملت على كافة المستلزمات الطبية من مصر لمجابهة جائحة كورونا عبر جسر جوي لأربع طائرات بين القاهرة والخرطوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع عدد المصابين
فيروس كورونا في السودان، وقالت الوزارة إن نسبة 50-60% من العينات التي يتم أخذها يوميا تكون نتيجتها إيجابية، مع وجود مؤشر إيجابي بزيادة حالات شفاء إلى 9 حالات. واستمعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس اللجنة الطيب الشيخ إلى تقرير من مدير عام وزارة الصحة حول موقف الإصابة بفيروس كورونا. أعلنت لجان المقاومة بالفولة تبنيها عددا من المبادرات للحد من وباء كورونا، وقال محمد عبد المنعم ممثل لجان المقاومة في مؤتمر صحفي بالفولة إن شباب مدينة الفولة يعكفون على تنفيذ عدد من المبادرات والحملات التي من شأنها الإسهام في مكافحة مرض كورونا، مشيرا إلى المساعي الجارية لتصنيع المعقمات والكمامات محليا بجانب مبادرة أفطر في بيتك وتوعية المواطنين بأهمية إقامة شعائر رمضان من صلوات وإفطار داخل المنازل، مشيرا إلى الخطوات التنسيقية للجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير مع حكومة الولاية لأجل دحر مرض كورونا بالاحترازات الصحية والوقائية. نحن كليان مقاومة في مدينة الفولة ومبادرة شباب لمكافحة كورونا، فشغالين في جهود جبارة، لأنه يا أخي لازم نقضي على الفيروس ونبقى نحن لقوة بعدة مبادرات اللي هي من ضمنها صناعة الكمامات، من ضمنها مبادرة لو كنت مخالط أعزل نفسك، اللي هي برضو من الجانب الإعلامي اطرحت ونحن هنطبقها وسع هنشتغل برضو مبادرة تكلم 10، وفي كمية من المبادرات بتاعة أفطر في بيتك. وفي السياق أكد ممثل مبادرة شباب الفولة لمجابهة كورونا إسماعيل ياسين أن مرض كورونا يمثل أحد المعوقات الأساسية لبناء السودان، ولا بد من تكاتف الجهود لكافة الجهات للتصدي للوباء. شباب الفولة اللي تصدي الجائحة كورونا، كما ذكرت الأستاذة ممثلة لجان المقاومة، كل المعوقات التي تواجه الولاية من ضعف إمكانيات، من ضعف في التنسيق ما بين الإدارات المختلفة، ضعف تنفيذ بعض القرارات التي صدرت من وزارة الصحة، وعدم وضوح آليات واضحة لتنفيذ القرار، كان لا بد لنا نحن كشباب أن نتصدى لبعض هذه المعوقات وأن نفعل بما وزعنا. أول حاجة بدينا بحملة تنظيم الأفران. حقيقة الأفران كانت واحدة من البؤرة الحقيقية اللي نحن بنعتبرها ممكن إنها تنقل الفيروس. دشنت ولاية نهر النيل المرحلة الثانية لمعينات مبادرة صندوق التأمين الصحي للتصدي لجائحة كورونا، وتتضمن المبادرة حملات توعوية وبرامج تثقيفية بجانب الدعم الصحي للأدوات والمعدات الوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشاره مجتمعيا. وقال والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد إن الخطة التي وضعتها حكومته بالتنسيق مع المركز للتصدي لجائحة كورونا تنفذ بشكل محكم، وأشار إلى انعكاس ذلك إيجابا في استقرار الوضع الصحي بولايته، وأصدر حماد توجيهاته لكافة المديرين التنفيذيين للمحليات بالتشدد الصارم في تطبيق وتفعيل قانون الطوارئ دون تهاون أو توفريط. منذ بداية هذه الجائحة تم توزيع عدد كبير جدا من المعينات لكافة المستشفيات والمراكز الصحية، وهنالك أتيام مشتركة انبثقت عن اللجنة العليا التي تم تكوينها في رئاسة الولاية لمتابعة هذا الداء الفتاك. واليوم نحن في الإخوة في التأمين الصحي نوزع المجموعة الثانية من المعينات، وهناك معينات أخرى. في السياق لوح حماد بإغلاق مناطق وأسواق التعدين في شمال الولاية متى ما دعت الضرورة لذلك، مؤكدا بأنه لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التعدين الذي يهدد الأمن الصحي والمجتمعي في ظل المخاطر المحتملة جراء جائحة كورونا. وعدد مقدر من المعدنين طوعة طلعوا مشوا لزويهم، ونحن في مناطق التعدين عندنا أتيام متحركة كل فترة، الإخوة في الشركة السودانية الموارد المعدنية والإخوة في دائرة الصحة يبعثون وفود للوقوف على مناطق التعدين، ونحن برضو أشرنا إشارات واضحة أنه لابد من إغلاق هذه المناطق حتى لا ينتشر هذا الداء، ونحن عندنا خطة لو الأمر مشى مستغر بهذه الكيفية والحالات قلت نحن
تبعا لقلة هذه الحالات. إلى ذلك، كشف المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بنهر النيل فاروق فيصل عن تدابير سيتخذها الصندوق لوقاية الكوادر الصحية من الإصابة بفيروس كورونا، وأشار أنهم يزودون كافة المراكز والمؤسسات الصحية بالملابس الواقية وكواشف الحرارة عن تقليل التردد على المنافذ الصحية. فيما يلينا في التأمين الصحي، فيما يلي العاملين عندنا في الصيدليات والمراكز الصحية، تم توفير كل المواد الواقية من كمامات وجوانتات ومعقمات لكل الكادر العامل بالصيدليات والمراكز الصحية والمستشفيات ومقدمي الخدمة. يمكن في الفترة القادمة إن شاء الله حنحاول نقلل التردد على مراكز الخدمة بتحديد مراكز معينة للكشف عن الناس، ويمكن حتكون في مسائل بتاعة فرز أولي في كل مركز بواسطة أطباء وكوادر صحية مقتدرة. ايضا تستمدنا راس الصندوق بكواشف حراريه على الاقل نقدر نفرز المرضى. اطلقت مؤسسات اكاديميه ومدنيه ورسميه بولايه النيل الابيض مبادره يسلم السودان، وتسعى المبادره الى توحيد الجهود من اجل الحد من انتشار جائحه كورونا ووقايه المواطنين وسلامتهم، كما تهدف المبادره الى توفير الدعم الفني والمالي للقطاع الصحي بالولايه من خلال توفير معقمات وازياء طبيه ومعدات السلامه للاطباء واجهزه طبيه وجهود ربما تسهم في الوقايه من جائحه كورونا. من أجل العمل على بناء سودان يشبه آمال وتطلعات الشعب السوداني وملامح من ثورته المجيدة، شهد مستشفى كوستي بولاية النيل الأبيض إطلاق مبادرة يسلم السودان، وذلك بشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومدنية وصحية ومالية. وتسعى المبادرة إلى توحيد الجهود بهدف سلامة الوطن والمواطن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال دعم بمعدات السلامة الشخصية للأطباء بجانب معقمات للمرافق الصحية والاجتماعية. الأهداف من هذه المبادرة هي توفير معدات السلامة الشخصية للكوادر الطبية الموجودة في النيل الأبيض من كمامات ومرايل ونظارات طبية وأغطية بتاعة رأس وأغطية للقدمين، بالإضافة لتوفير معدات تطهير المستشفيات. وبشراكة مع ديوان الزكاة والقطاعات الشعبية والرسمية والمدنية، أسهمت المبادرة في توفير معينات طبية ومجتمعية لكل محليات الولاية، توزعت بين أزياء طبية ومعقمات للمشافي والمراكز الصحية والاجتماعية، تقليلا من خطر الإصابة بالجائحة التي باتت تهدد الجميع. نحن في إطار المجتمع استهدفنا أصحاب الأعمال الهامشية وتم حصرهم على مستوى هذه الولاية، وتم دعمهم بمبلغ تجاوز 4 مليون جنيه، وكذلك الحمد لله كذلك الآن بالنسبة للكوادر الطبية اليوم يمكن يتم تسليم احتياجات خاصة بأمر السلامة بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه. وبخطى واثقة تمضي جامعة الإمام المهدي في إطلاق مبادرات تسهم هي الأخرى في التوعية بمخاطر الجائحة، خدمة منها لمجتمع الولاية وانطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية في ولاية تجتهد في التوعية بمخاطر كورونا عبر جرعات تثقيفية وتدابير احترازية. وصنعنا عدد كبير جدا من المعقمات اللي هو تم توزيع اللي هو داخل مدينة كوسي، وبعد ذاك مشينا لغور الفشوشوية وغيره مستمرين. بعد ذاك جينا حس حاليا اللي هو جينا في المبادرة الجديدة اللي هو وفي عملية بتاع التصنيع بالنسبة لمعقمات زي اللي هو الملابس بالنسبة للفئات الطبية المختلفة، الكوادر الطبية المختلفة، وإن شاء الله مستمرين في نشر الوعي ونشر اللي هو المساهمة الفعلية بالنسبة للجامعة في الوسط المجتمع الموجود. وقد تسهم مثل هذه المبادرات في دعم الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة جائحة كورونا وقاية منها وتقليلا من انتشارها في الفترة المقبلة. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.
أعلن الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب دارفور طه أحمد عبد النبي رفض التنسيقية لقرار الوالي القاضي بتكليف المديرين التنفيذيين للمحليات. ودعا في مؤتمر صحفي الوالي للعدول عن القرار نسبة لأن الكشف ضم عددا كبيرا من الضباط الإداريين الذين لا يؤمنون بمبادئ الثورة للإسهام في تحقيق الأهداف. وأوضح الناطق باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب دارفور أن التنسيقية ساهمت بعدد المقترحات حول بدائل مراكز العزل، ووضعت عددا من الخطط والرؤى حول الملف الاقتصادي والإداري بالولاية بغرض تنفيذ الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. والوالي اتخذ قرارات بتكليف مدراء تنفيذيين لإدارة محليات الولاية. في تقديرنا إنه المدراء التنفيذيين اللي تم اختيارهم هم يعني المعظم الغالب جدا منهم هو ينتمي لعناصر النظام البائد أو حزب المؤتمر الوطني المحلول يعني. فبنحذر من القرار وبنعتبر إنه هو هذا القرار هو مشفي في حق الثوار وخيانة لدماء الشهداء والثوار. ونتمنى إنه الوالي يعني يتراجع عن هذا القرار ويتخذ قرار آخر بالمشاورة مع قوى الثورة وبالتأكيد يعني المدراء التنفيذيين هم يعني ضباط إداريين في الدرجة الوظيفية المعروفة إذا كان في الدرجة الوظيفية الأولى أو الثانية، لكن لابد إنه يكونوا هم ناس مشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة كذلك، ومشهود لهم إنهم يعني فيهم الروح والنقوة الثورية على أساس إنه الناس تعمل من أجل إنه تحقق الأهداف بتاعت مرحلة الانتقال وأهداف الفترة الانتقالية على أساس إنه نعبر بهذا الوطن لبر الأمان وتحقيق كل أهداف ثورة ديسمبر. هذا وقال الناطق باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب دارفور طه أحمد عبد النبي إن التنسيقية تعمل مع الجهاز التنفيذي من خلال الانسجام والتنسيق بهدف تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى مشاركة التنسيقية في الحملة الشعبية لإعانة نازحي معسكر كردنغ بمراكز الإيواء. تناولنا فيه كمية بتاعت مشكلات من ضمنها الراهن الصحي بتاعت مشكلة كورونا والإشكال بتاعت الحدود، وطبعا ولاية غرب دارفور وولاية حدودية وبتجاور أكثر من دولة، كذلك يعني 750 كيلومتر هي مفتوحة للمسألة بتاعت الجوار. يعني أكيد في قرار من الوالي صدر بقفل الحدود، ولكن إلا إنه يعني لا حتى الآن في مشكلات بتاعت إنه في مواطنين خاشين وطالعين، جزء منها في المسألة بتاعت التحريب، جزء منه قد يكون بعض الناس يتغاضوا بعض الرشاوي على أساس إنه يدخلوا المواطنين وكده. الحاجة الثانية برضو المركز بتاعت الأصل الطبي الموجود، يعني في تقديرنا في قول الحرية والتغيير إنه هذا المركز السعة بتاعته ضيقة جدا، يعني تسعي بس أكثر 45 سرير.